أول شي نخليكم تتمتعوا معايا بهذا المنظر وبهذه الطبيعة. الله يبارك لي اون ديغي ان تابلو، رسام رسم هذا المنظر سبحان الله. وهي حقيقة يعني يخلق الله ما يشاء، مين داك كيفاش يبانوا هذوك لي كولور، كيفاش تبان السما مع الشمس مع الاخر، ما شاء الله. ان شاء الله دائما في نور وفي امن وامان وسلم وسلام على الجميع، وربي يبعد علينا المرض وربي يبعد علينا هذا الوباء ان شاء الله يا رب. صحه فطوركم، تفطروا بصحه لهنا. راني طليت عليكم اليوم، قولوا لي طلع علينا القمر حوشكم روحو دائما. علاش طليت عليكم؟ بيسك اليوم ما درتش الفطور كيما راكو تشوفوا الحاله، جوست خملتها وغسلت كامل الدنيا، حكيتها الله الله. علاش؟ بيسك خد راجلي كتر خيرها عطتني الفطور، وهذه لا دوزيام فوا، دائما يتعرضني انا مازال ما عرفتهاش. وشحال حاله كيعرضوك كيما نقولوا تستغلوا لوكازيون باش ديروا شغلكم اللي ما كنتوش قادرين ديروه. وانتم راح تطيبوا الفطور دوك. انا شحال راهي الساعه؟ راهي 7، الهضره بدات تروح لي وبديت معايا يا ربي، وجيت روحي هكا فيت فيه، وخليت هاد الحاله اللي كتشوفوا فيها خليتها تتقطر. ابخي كي نجي في الصحراء نسرجها. ودوك راح نوريكم برك البقلاوه اللي درتها البارح. كاين اللي سقساوني قالوا لي اسكو تقعد مقرمشه مالغي تو ديري لها الشربات. دوك نوريكم تشوفوا عن مباشر كيفاش تقعد مقرمشه، بس كاني موجوده باش ندي معايا. خليكم على فيديو نشوفوا وجدتنا فطور، ماشي المهم الفطور، انا ليسونسييل هنتني من الفطور. دوك نعاود نولي ليكم. فوالا فوالا عميراتي، شوفوا هاي، شوفوا لا كنت تسمعوا سنا نسكت زعما ما نقرمش. هذه لاني دايتها نخلي ديالي نقرمش ديالي، اسمعوا باردون اسمحوا لي. فوالا راكو سمعتوا نورمالمون، هذه هي كيفاش تقعد مقرمشه وتقعد بنينه لاباس بيها. دوك خليكم معايا ما تزابيوش، اقعدوا مع لا فيديو. دوك نروحوا مع بعض، وسمحوا لي اليوم ما درت لكم حتى غوسات ما درت لكم، مي كيما وعدتكم كل يوم ان شاء الله نسيي الماكسيموم باش ندير لكم الروتين تاعي. صوف كي كنت نخمليتو ما وريت لكمش ما شجعتكمش، مي ها وخليت هاك البوطاجي تاعي باش تشوفوا كيفاش راني غاسله كاع الدنيا باش تشجعوا نتوما تاني. خليكم معايا ونروحوا. وحبيت هنا نفكركم في عفسه ما نضربوش النح على هاد الوباء. كل ما نكونوا هابطين من المصعد ولا طالعين لازم في يدنا ليغون ولا عندنا البابي موشوار هو اللي نعبزو به هذيك القفله، وما نساوش دائما دائما نديرو البافيت قبل ما نخرجوا. حتى في الباب البراني كما كتشوفوا اي بوطون راني ندير فيها هذاك البابي تاعي يعني معمراتو بالكولونيا. وهكذا كل ما نكون خارجه هذيك البوطون باش نعبزها باش نخرج باش نفتح الباب ندير بهذاك البابي هكذا، سينو من داك ندير ليغون. دوكا كيما رانيش رايحه سوبيرات ولا جوست نطلع في طوموبيل نروح لدار اختو، سي بور سا لي ما درتش ليغون، مي دائما في يدي بابي موشوار وفي الكولونيا. هنايا جيت نطلع في طوموبيل ابخي شوت يا البنات، واحد الجو راهو قلت لكم هبال اليوم، وسمعوا زقزقة العصافير. لحقنا ليها لقينا لها موجدة طابلة كتر خيرها، وكيما حبيت برك نبارطاجي معكم هنا الاتراك واش يحطوا في طابلة الافطار، حتى التحلية تاعهم يحطوها مع الافطار. التحلية كيما بقلاوة كيما زلابية يتحطوا كامل مع الطابلة. هنا دارتنا شوربة تاع الكفتة، ودارتنا بولي مكفت بزاف نحبها، دارتها على جالي كتر خيرها. ومام المقارون دير واحد المقارون بزاف بنين بالفلفل الحلو وبالبيض، ما نبغيش كيفاش ديرو مي بزاف يجي بنين. وشوربة تاعها دوك نوريها لكم، ولا عجبتكم نديرها لكم انا. على هذه شوربه كيما تاع الياوغت، تندر بالياوغت وديرها بهاد الكفته صغيره والعدس والحميصه وواحد لي بات، تجي بزاف بنينه وقيمتها الغذائيه هايله. بعد في السهره خيرنا نشوفو كونغ فو دو، تفرجنا هذاك شغل تشيزكي فيلم كيما يقولوا، بزاف هايل وبزاف يضحك. كي تشبع الكرش تقول للراس غني دوكا اليكس شبع الله يبارك، حنا شبعنا تانيك ودوكا نشربو في القهوه. ايه بان بانت لي على اللعب مع اليكس بهاد الحوته تاعو.
هبلتو دوكا في هاد العشية، هبلتو مسكين من الصباح هو يدوخ يدوخ، يلعب يلعب يحكمها، يسي يحكمها، من بعد كي نعيا وكامل يروح يتكسل. فعلى البنات هكذا كملت لا سواغي تاعنا ورحنا لدارنا، ودوك ندمج لكم هاد لا فيديو بالفيديو تاع اليوم. هذا كنا في اليوم 10 من رمضان، دوك نروحوا اليوم 11 من شهر رمضان وتشوفوا المفاجأة اللي راني اللي وصلتني. فوالا كي نشوفك يا انا زاد هبالي دلالي، دخول دزين جاي من الالمان. ايوه 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 شوف واش لحقني، واش لحقني زعما، ما نعرف انا على بالي. اوه الحمد لله جا كامي، وقال جابولي كاش مشي غير كارغو اليوم، نهار الكارغوات. وقال على فين كنت نحكي لكم الحكايه، بعد نوريكم الكاميون. والله شوف الصباح كنت نحلم بالحاجه اللي هي لداخل، دوك ما تضحكوش بعد كي تشوفوها، كنت نحلم بيها. حتى صونا الكارغو جابها لي، هذه وحده. الدوزيام حضرت مع صديقتي اللي بعثت لي هذا الكارغو، هذا الكولي، قلت لها تامني والله العظيم غير جاني في المنام، حتى دقدق قلت لها كون غير كاش فيراري ولا بورش ولا نمت بيها وما يجيبوها لي. دوكا جاب لي ربي، نشوف في الكاميون سيغمون تحقق لي المنام، دوك نوريكم. ها هو الكاميون هذا تاع الكارغو، تانيك ما نعرف شنو، مالك راهم جايبين لي فيها حاجه كنت نحلم بها. الحمد لله اليوم غير نار لي سوربريز. نقصر ما تامنونيش. يلا يلا نفتحوا مع بعض، كي نشوفك يا انا زاد هبالي دلالي، قول الزين جاي من الالمان. يا قلبي يا قلبي كم انتظرتك، كيفاش رمضان ما حسيتلوش كامل وانت ماشي معايا، والله ما حسيتلو. اي دوكا حنحسولو ان شاء الله. على بيا تضحكوا تقولوا بوه زاهو دارت قاعد يتضجع على جا نواره نواره نواره. الله الله عليك يا نواره، كان خاصني ميرسي ميرسي ما كوبين ميرسي. بون هي متابعه تاعي في اليوتيوب، كثر خيرها وبعثت لي. وشوفوا لا سوربريز، لا سوربريز اللي ما تقدر حوج سكوتشاوها سوبلي تاعي سكوتشاوها. يا المقنين الزين يا الفريك الزين اخضر العينين، هذه مدة وسنين زاد خرج حبه نوارة، هذه مدة وسنين وانت في صاشي حزين، ما طيبت بيك الشربة يا الفريك الزين. الله مسكينة، شوفي كتر خيرك بعثت لي الفريك، علاش بيسك هبلتهم غير نطلع في اليوتيوب ولا نطلع في الفيسبوك نبدا نقول لهم ما عنديش الفريك، ما عنديش فلانوره، ما عنديش الفريك. مسكينه بعثتهم لي من المانيا. ايه داك الزين جاي من الالمان، كي نشوف نواره يزيد هبالي دلالي، هذاك الفريك جاي من الالمان، فيرسيون هذه جزيريه المانيه تخلطت مع التركيه. الضحكوا الضحكوا شوفوا الضحكوا على روحكم، صح لي تضحكني تضحك نبجعها كما تقول بنت اختي نبجعها. المهم هذا هو السوربريز تاعي الفريك، ماشي حنطيب اليوم، خصنا نجي عندكم اصبروا نجي عندكم، ماشي حنطيب اليوم الفريك بيسك هي غير عيطت لي صباح، قالت لي دوك باينه باللي تبداي بالفريك. التليفون راح يطيح صبر. لا المتتابعه تاعي والصديقه تاعي كتر خيرك، نخلفها لك في حاجه فيرسيون جزيري تركي يروح لالمان. واش حنقول لكم، تاعي كاني فرحانه بزاف صباح كي هدرت معايا، قالت لي سيغمون دوك اليوم تروحي ديريكتومون ديري الفريك. قلت لها جامي، قلت لها الفريك لازم له المورال، لازم له الجهد، لازم له لي سنتيمون، لازم كي تولي تلقمي فيه الله الله وتغني له كاش وحده اندلسي ولا عصيمي. واش نحكي لك،
نديرو غدوه ان شاء الله، بيسك اليوم البنات ما راح نطيب والو، ماشي ما راح نطيب شوربه. عطاتني البارح رحت عند كيما شفتو في فيديو، عطاتني اختراج لي، جبت معايا وجبت واحد لي بروشيت هذوك اللي درتهم هذيك اختراق قعدوا لي بزياده، ندير معاهم رز وندير معاهم كورجات بالياغورت. بيسك لي ستوما تاعي وتاع الزوج تاعي راهم في حاله ما فهمناش علاش، سي بوغ سا لي قال لي عفسه هكا بزاف لي يجي، ولا ناكل غير الياغورت، قال لي نشرب شوربه وناكل الياغورت ناتشور. صح، الاسبوع تاعنا راهي في حاله، اذا قلت تخلي اليوم نريحها والفريق غدوه ان شاء الله حبيبتي نصبح عليه. اه حبيبتي عاوجاني الفريق دوكا، كل يوم غوسات، كل يوم ما نديرش كاع ستوب. المهم ان شاء الله يكون عجبكم هذا الفيديو، ومن هذا المنبر نشكر هذه الصديقه والمتتبعه تاعي، نقولها كتر خيرك، نخلفوها لك في حاجه ما كتر ان شاء الله. تجي ما كاش ما كتر الفريق، سمعت تشوفوا نجيبو هكا ونهضر معاكم فوالا. والله غير راني فرحانه، والله راني فرحانه، هذه هي ونحبكم بزاف. ودوك نوريكم برك هذيك تاع الكورجات بالياغورت كيفاش نديرها، وهذا هو نهاري تاع البارح، اليوم العاشر واليوم الحداش. انا دوكا ما ندير والو، شحال راهي 24، نروح نمشي بس تغميت، حنا عندنا 4 ايام وهي البرا ممنوع، تغميت دوكا راني خارجه، نخرج شويه ندير لا مارش من بعد نجي ندير هذيك الكورجات ونوجد كل شيء وراكم معايا. نحبكم. لا عاودت رجعت من برا، دوكا بديت ندير في الفطور الخفيف الظريف الغير مكلف، درت الكورجات تقلى، درت هذوك لي بغوشات تاني كي تقلاو، درت الرز وراني ندير في الفلاح عاودجيه انا مخيتي بيان سور. علاش حبيت نبارطاجي معاكم هاد الطابله تاعي تاع اليوم؟ باش نقولكم شوفوا على بساطه الطابله تاعي، بسيطه جدا. هذيك الكورجات درت لها الياوخت ناتشور، ودرت لها البابريكا تجي بزاف بنينه وتتقدم بارده، درت شويه روز مع هذوك لي بروشيت، والشوربه اللي عطاتها لي اخت راجلي، والطاجين الحلو اللي كان عندي من قبل. يعني نقدروا بحاجه بسيطه نديروا الطابله، ما كان لها داك الطياب والتخسار والتبذير. دائما نقول لكم شهر رمضان شهر الرحمه ماشي شهر التبذير، نطيبوا ناكلوا غير بعينينا من بعد ما ناكلوا والو. دايما نقولها ونعاودها، ما نتاثروش بهذوك الناس اللي يطيبوا بزاف ويديروا بزاف لي موديل تاع الماكله ولي غوسيت وجي سي با كوا، من بعد هذا كامل كيما نقولوا فراغ في فراغ. علاش؟ لانه الانسان يطيب قسمه ياكل ماشي قسمه يرمي. فوالا هكذا ان شاء الله يكون عجبكم الروتين تاع البارح واليوم، ومع عليا غير نقولكم بقاو على خير وتهلاو لي في روحكم، ان شاء الله يكون عجبكم الروتين تاع نهار اليوم الى روتين اخر ان شاء الله. باي باي.